بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة هناخد قواعد الاشتقاق كاملة. بإذن الله هنبدأ بقاعدة قاعدة بإذن الله. مش هننتقل للقاعدة الثانية إلا لو أنت خدت القاعدة الأولى وفهمتها فهم جيد، وأيضا خدت تمارين كافية على القاعدة الأولى، تمام؟ إن شاء الله الفيديو ممكن يكون طويل شوية، لكن هيلم لك جميع قواعد الاشتقاق بالإضافة إلى التمارين المهمة جدا جدا جدا، بالإضافة إلى تمارين شاملة على القاعدة الواحدة. يعني كل قاعدة هتلاقي عليها تمارين كافية بإذن الله. ونبدأ بأول قاعدة من قواعد الاشتقاق، وهي مشتقة الدالة الثابتة. يعني يا أستاذ لو عقليني قال لي صاد بتساوي جيم، طب الجيم ده بيمثل لي إيه يا أستاذ؟ أي عدد حقيقي. الجيم ده بيمثل لي أي عدد حقيقي. قال لي المشتقة الأولى اللي هي دال صاد بالنسبة لسين للعدد الحقيقي اللي اسمه جيم ده، قال لي بصفر. يعني خدها قاعدة، مشتقة الدالة الثابتة بصفر. طيب مش فاهم الكلام ده كله يا أستاذ، تعالى ناخده أمثلة كافية على القاعدة دي. أول مثال بيقول لي صاد بتساوي 5. أول ما بصيت يا أستاذ الخمسة دي عدد حقيقي، وانت قلت لي مشتقة الدالة الثابتة او مشتقة العدد الحقيقي بايه يا استاذ؟ المشتقة الاولى اللي هي د ص بالنسبة لسين للخمسة اللي هو العدد الحقيقي بايه؟ بصفر. ناخده كمان مثال. طب الصفر يا استاذ، ص بتساوي صفر، الصفر ده عدد حقيقي يا استاذ، يبقى مشتقة الاولى للعدد الحقيقي بايه او الدالة الثابتة؟ بصفر. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. الأسئلة اللي جاية دي أسئلة مهمة جدا، بيحصل فيها إيه؟ لبس ما بين الطلبة، بتخطأ فيها طلبة كتير. إيه هي يا أستاذ؟ أنا عاوزك قبل ما تجري أي عملية تفاضل تسأل نفسك سؤال. إيه هو السؤال ده يا أستاذ؟ هو أنا بفاضل بالنسبة لمين؟ هو أنا بفاضل بالنسبة لمين؟ هو ده السؤال. قبل ما تجري عملية تفاضل تسأله لنفسك. فلو جينا للمسألة دي قلنا ص بتساوي لوغاريتم 8، هو اسال نفسك السؤال يا استاذ انا بفضل بالنسبه لمين؟ قال لي اوجد د ص بالنسبه لسين بالنسبه لمين؟ بالنسبه لسين. يبقى اي حاجه غير السين هنا تعاملها معامله الثابت. اي حاجه غير السين بعاملها معامله الثابت. هل في الطرف ده في رمز اسمه سين؟ لا يا استاذ، يبقى على طول دي داله ثابته، واحنا عرفنا ان مشتقه الداله الثابته بكام؟ بصفر. كمان مثال هنا بيقول لي ص بتساوي ظا ألف، ركز ظا ألف، تمام؟ أوجد دال ص بالنسبة لسين. اسأل نفسك السؤال يا أستاذ هو أنا بفضل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لسين يا أستاذ. يبقى أي حاجة غير السين هنا بعملها معاملة الثابت. هل في رمز اسمه سين في الدالة دي؟ لا يا أستاذ، يبقى دي دالة ثابتة على طول، مشتقة الدالة الثابتة قلنا بإيه؟ بصفر. طيب كمان مثال ص بتساوي نص، يا استاذ نص دي داله ثابته. ليه؟ لان انا بفضل بالنسبه لسين ومفيش رمز اسمه سين في الطرف ده، اذا على طول وانت مغمض دي داله ايه؟ ثابته، مشتقه الداله الثابته بكام؟ بصفر. طيب ص بتساوي 100 اس 2 باي، يا استاذ اسال نفسك السؤال هو بفضل بالنسبه لمين يا استاذ؟ بالنسبه لسين يا استاذ. هل في سين في الطرف ده؟ لا يا استاذ مفيش سين، اذا تعملها معامله الثابت. تعملها معاملة ايه؟ الثابت، مشتقة الدالة الثابتة بكام؟ بصفر. وطبعا المسألة دي ايه؟ واجب، والمسألة دي واجب، اتنين دول واجب. طيب ندخل على تاني قاعدة. خلاص يا أستاذ خدنا أول قاعدة، مشتقة الدالة الثابتة بصفر أو مشتقة العدد الحقيقي بصفر، تمام؟ طيب ندخل على تاني قاعدة، ودي أهم قاعدة يا شباب. ليه؟ علشان القاعدة دي هتستخدمها في تانية ثانوي، وبرضه هتنتقل معاك لتالتة ثانوي، تمام؟ اول تاني قاعده بتقول لي لو عندي ص بتساوي س اس ايه؟ اس نون، حيث النون ده اي عدد طبيعي، اي عدد حقيقي، تمام؟ قال لي المشتقه الاولى اللي هي د ص بالنسبه لس للداله دي، قال لي وانت مغمض النون تجيبها قدام السين اللي هو عباره عن نون، النون الاس تجيبها قدام السين اه جبناها، والداله تنزل زي ما هي اسمها ايه؟ س اس نون. قال لي ما الاقي الخطوه الزياده يا استاذ؟ قال لي تطرح من الاس واحد، تمام؟ تشيل من الاس واحد، تمام؟ يبقى تقدم الاس قدام السين وتنزل الداله زي ما هي س اس نون، بس تشيل من الاس ده كام؟ واحد. مش فاهم حاجه يا استاذ، تعال نطبق امثله كافيه اهي. اول داله بيقول لي ص بتساوي س اس 3،
ده يا استاذ مشتقة السين اس سين اس اس نون، الاس اسمها ثلاثة، يبقى هنطبق القانون بتاع دي، يبقى ده صائب بالنسبة لسين، هنقدم الاس نجيبها قدام السين ثلاثة وننزل الدالة زي ما هي سين اس ثلاثة، بس نشيل من الثلاثة واحد. تمام يا استاذ؟ يبقى دي هتساوي ثلاثة سين اس كام؟ ثلاثة ناقص واحد اثنين. ناخده كمان مثال، بيقول لي صاد بتساوي سين اس 2 على 3، اوجد المشتقه الاولى او اوجد د صاد بالنسبه لسين. زي ما قلت يا استاذ دي على الصوره دي سين اس اس عدد، يبقى العدد يجي قدام السين، يجي قدام السين اللي هو 2 على 3، وتنزل الداله زي ما هي اسمها سين اس 2 على 3، بس نشيل منها واحد، نشيل من الاس كام؟ واحد. يبقى دي هتساوي يا استاذ اس 2 ناقص 3 كام؟ سالب 1، يبقى سالب 1 على 3، سالب 1 على 3. بس كده يا استاذ، بس كده. ناخده كمان مثال، بيقول لي ص بتساوي س اس جذر 2. في واحد يقول لك جذر 2 ده مش عدد يا استاذ. لا يا راجل، هو انت بتفاضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لس يا استاذ، يبقى جذر 2 ده عدد وليس رمز. تمام؟ طيب دي سين اس نون يا استاذ، يبقى القاعده هنطبق القاعده دي، الاس يجي قدام السين اللي هو جذر 2، وننزل الداله زي ما هي سين اس جذر 2، بس نشيل من الجذر 2 كام؟ واحد. كده خلصت المساله. تمام؟ ناخده كمان مثال، هسيبه لك نحله كمان مثال، ص بتساوي 1 على سين اس 4. احنا قلنا الاس الموجب في المقام يطلع في البسط بايه؟ بالسالب، يعني ص هتساوي في الحاله دي ايه؟ سين اس سالب ايه؟ 4. كده يا استاذ اصبحت على هيئه القانون ده، سين اس نون، ان الاس يجي قدام السين، يعني السالب 4 هتيجي قدام السين، وهنزل الدالة زي ما هي سالب 4، بس أشيل من الأس كام؟ واحد. يبقى دي هتساوي يا أستاذ سالب 4 سين أس سالب 1 سالب 4 وسالب 1 سالب 5. لو عايز ترجعها الأصل هتدينا سالب 4 على السين ينزل تحت بالموجب سين أس 5. وده مثال مهم جدا جدا يا شباب هناخدوه، بيقول أوجد المشتقة الأولى للدالة دي. هنرفع يا أستاذ الجذر، تبقى ص بتساوي سين اس 2 زائد باي اس ايه؟ اس نص. رفعنا الجذر التربيع الاس نص. تمام يا استاذ، هنجيب هنضرب الاس الداخلي في الخارجي، تبقى سين، انا لسه ما جبتش المشتقه الاولى، انا كده بفك الداله فك. تمام؟ نص في 2، نص الاثنين تبقى اس 1 زائد نص الباي اللي هي باي على ايه؟ على الاثنين. كده يا استاذ أصبحت في الصورة دي سين أس إيه؟ أس عدد، الباي ده عدد يا شباب، عدد ثابت. تمام؟ سين أس نون، كنا بنجيب إزاي المشتقة الأولى للدالة؟ يبقى د ص بالنسبة لسين بتساوي، كنا بنقدم الأس، اسمها إيه الأس؟ واحد زائد باي، وننزل الدالة زي ما هي سين أس واحد زائد باي على الاثنين، بس نطرح من الأس واحد، بس نشيل من الاس كام؟ واحد. طبعا يا استاذ الموجب واحد مع السالب واحد مع السلامه، يبقى دي هتساوي واحد زائد باي في السين اس كام؟ باي على الاثنين. يلا نرفع الاس كده يا استاذ، دي هتساوي واحد زائد الباي في مين؟ في سين اس باي الكل اس نص، الكل اس ايه؟ الكل اس نص. لو عايز ارجعها الاسرع اضرب النص في الباي هديك باي على الاثنين. تمام؟ يبقى على طول يا استاذ اختصار، رجع خلي النص ده جذر، يبقى دي هتساوي واحد زائد باي جذر، النص ده خليته جذر سين اس ايه؟ باي. ودي من الامثله المهمه جدا جدا جدا. طيب يبقى دي تاني قاعده يا استاذ، قلنا تاني قاعده وخدنا عليها امثله كافيه، ان لما يقول لي ص تساوي س اس نون كنت بقدم الاس اللي اسمه نون، وانزل الداله زي ما هي س اس نون، بس اشيل من الاس كام؟ واحد. يا شباب عندي تالت قاعده في التفاضل او في قوانين الاشتقاق، وهي بتقول لي ايه؟ تفاضل د بالنسبه لد س
للجيم صاد، حيث الجيم ده ايه؟ ثابت. طب عرفت ازاي يا استاذ ثابت؟ هو انت بتفضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لسين. يبقى اي رمز غير السين او الدال، دي الصاد دي داله يا شباب، داله في سين. احنا عارفين ان الصاد دي داله في مين؟ في سين، عشان اول حد يقول ثابت. هو انا بفضل بالنسبه لسين، يبقى الجيم ده الرمز اللي اسمه جيم ده كونستانت ثابت على طول. قال لي ممكن انا ينفع اطلع ثابت قدام التفاضل قبل ما اجري، لكن ما ينفعش اطلع مين؟ المتغير. يعني ايه يا استاذ؟ يعني الثابت اللي اسمه جيم ده يجي قدام التفاضل عادي اهو، الثابت اللي اسمه، واجري التفاضل بتاع اللي هو دال بالنسبه لدال سين للداله زي ايه؟ زي ما هي. مش فاهم حاجه يا استاذ؟ تعالى هنا اول مثال، بيقول لي دال بالنسبه لدال سين للجيم في سين اس نون. هنا يا استاذ الجيم ثابت ليه؟ لان انا بفضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لسين. يبقى اي حاجه غير الرمز سين بعملها معامله الثابت. طيب يا استاذ احنا قلنا الثابت ينفع يجي قدام التفاضل، يبقى هنطلع الجيم ده الثابت قدام التفاضل، ده هيدينا جيم في مين؟ في دال بالنسبه لدال سين زي ما هي، لمين؟ للسين اس نون، للسين اس نون. طيب يا استاذ بنفضلها ازاي دي؟ الجيم نزلنا ثابت، تفاضل السين اس نون قلنا عباره عن ايه؟ هنقدم الاس اللي اسمه سين قدام السين اهو اسمه نون، والداله تنزل زي ما هي اس نون، بس نشيل من الاس كام؟ واحد بس كده. طب مش فاهم الكلام برضو ده يا استاذ؟ تعال ناخده امثله بالارقام. هنا بيقول لي دال بالنسبه لدال سين، التلاتة دي يا استاذ ثابت ليه؟ لان انا بفضل بالنسبه لسين، اي حاجه غير السين في الداله دي كونستانت ثابت على طول. قال لي الثابت ده ينفع يجي قدام التفاضل قبل ما اجري، 3 دال باي دال سين بالنسبه لدال سين لمين؟ للسين اس 2. طلعت التلاتة قدام التفاضل قبل ما اجري، ينفع تطلع ثابت قدام التفاضل، لكن اوعى تقول لي اطلع متغير قدام التفاضل، الكلام ده ايه؟ غلط. لان انا مفضل حاجه، هل ينفع الحاجه دي تسيبني وتمشي؟ لا طبعا. طيب طلعنا الثابت قدام التفاضل عادي، تمام، اجري التفاضل على الداله اللي قدامك، التلاته كونستانت تنزل زي ما هي، تفاضل سين اس نون كنا بنفضلها ازاي؟ كنا بنقدم الاس اللي هو اسمه ايه؟ 2 قدام السين، وننزل الداله زي ما هي بس نشيل منها ايه؟ 1. 3 في 2 ب 6 يا استاذ، 2 ناقص 1 1، يبقى 6 سين. مش فاهم حاجه، تعال ناخده مثال كمان. بيقول لي اوجد المشتقه الاولى، او اوجد دال بالنسبه لدال سين للباي سين اس جذر 3. اول ما بصيت يا استاذ الباي ده ايه؟ كونستانت ثابت ليه؟ لان انا بفضل بالنسبه لسين، اي رمز غير السين هنا ثابت. قال لي ينفع قبل ما اجري عمليه التفاضل اقدم الثابت قدام ايه؟ المشتقه، تبقى باي في دال بالنسبه لدال سين للداله من جوه، اوعى تطلع السين، الكلام ده غلط، ما ينفعش تطلع السين لان بفضل بالنسبه له للسين اس جذر 3. الباي تنزل زي ما هي، فاضل لي ده دي يا استاذ تفاضل سين اس نون، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقدم الاس اللي هو اسمه جذر 3 وننزل الداله زي ما هي اللي هي مين؟ جذر سين اس جذر 3، بس اشيل من الاس كام؟ 1. جذر 3 في باي، بجذر 3 باي، بس كده خلص. ناخده كمان مثال، والقاعده دي برضو مهمه. قال لي المشتقه الاولى لسالب دالة، قال لي عبارة عن سالب مشتقة الدالة بالنسبة لسين للدالة اللي اسمها مين؟ صاد. مش فاهم يا أستاذ جت ازاي دي؟ بص معايا، الدال بالنسبة للدال سين نزلت زي ما هي، السالب ده معناه ايه؟ معناه سالب واحد يا أستاذ للصاد. احنا السالب واحد ده مش ثابت، ينفع يطلع قدام المشتقة قبل ما اجريها، يبقى هتدينا سالب دال بالنسبة لدال سين لمين؟ للصاد. يعني يا أستاذ مشتقة سالب دالة عبارة عن سالب مشتقة هذه الدالة، تمام؟ طيب المثال ده واجب والمثال ده إيه؟ واجب.
هنا يا شباب عندنا ربع قاعدة في قوانين الاشتقاق، وهي تفاضل اللي هي المشتقة الأولى لدالة اسمها قاف مجموع عليها أو مطروح عليها دالة تانية اسمها عين، يعني تفاضل مجموع دالتين أو الفرق ما بين دالتين. ركز، القاف دي دالة في السين والعين دي دالة في السين، عشان يجي الواحد يقول لي يا أستاذ أنت بتفضل بالنسبة لسين، يبقى دي القاف رمز غير السين فهو ثابت. لا، أنا بقول لك القاف دي دالة في السين والعين دي دالة في السين، تمام؟ طيب قال لي أفضل إزاي مجموع دالتين أو الفرق ما بينهم؟ قال لي بكل بساطة هتدي للدالة الأولى تفاضل تبقى دال قاف بالنسبة لسين، الزائد والنقص تنزل زي ما هي، وتدي للدالة الثانية تفاضل، تدي للدالة الثانية إيه؟ تفاضل، يبقى تدي للدالة الأولى تفاضل وتدي للدالة الثانية مشتقة أولى، يعني مشتقة أولى مشتقة. يا أستاذ أنا مش فاهم، تعال ناخد مثال، بيقول لي ص بتساوي س أس 4 زائد 12 س. يا أستاذ دي مجموع دالتين، يعني هل معنى ذلك هنجيب المشتقة الأولى للدالة الأولى لوحدها والمشتقة الأولى للدالة الثانية وحدها وبعد كده نجمعهم؟ أيوه بالظبط. يلا نجيب المشتقة الأولى للس أس 4، المشتقة الأولى د بالنسبة لس للس أس 4 بتساوي كام يا أستاذ؟ يا أستاذ ده س أس ن، أنت قلت لي قدم الأس اللي هو 4 ونزل الدالة زي ما هي أس 4 بس شيل منها واحد، يعني هتساوي كام يا أستاذ؟ 4 س أس 3. جبنا المشتقة الأولى للرمز س أس 4 عبارة عن إيه؟ 4 س أس 3. تعال نجيب المشتقة الأولى لل 12 س، يعني د بالنسبة لدال س لمين؟ لل 12 س. ركز يا أستاذ، ال 12 دي رقم ممكن أطلعه قدام التفاضل قبل ما أجريه، يبقى هتبقى 12 د بالنسبة لدال س للسين أس 1. ركز يا أستاذ، السين أس 1 عبارة عن مشتقة الدالة اللي اسمها سين أس ن، كنت بقدم الأس اللي اسمها 1، يعني هتساوي 12 في 1 في سين أس الدالة زي ما هي بس أشيل من الأس إيه؟ 1. 1 ناقص 1 0 يا أستاذ، وأي حاجة أس 0 بكام؟ ب 1، يبقى 12 في 1 ب 12، يعني دي الدالة التانية مشتقتها ب 12. حال الدالتين مجموعة، أنا ما أقدرش أطبق القاعدة دي إلا لو كانت عملية جمع وطرح، لو ضرب وقسم مش هقدر أطبق القاعدة دي، وهنوريك بعد إيه؟ بعد شوية إزاي الكلام ده. وأجمع الدالتين دول، يلا يبقى هتساوي المشتقة الأولى 4 س تكعيب زائد 12. دي المشتقة الأولى للدالة دي، يبقى جبت المشتقة الأولى للدالة الأولى والمشتقة الأولى للدالة الثانية رحت جامعهم. ده الجمع والطرح فقط، ركز. طيب قال لي ممكن اعمم القاعده دي، قال لي لو عندي دوال في س وليكن قاف 1 زائد او ناقص قاف 2 زائد او ناقص قاف 3 الى قاف ن، دوال مجموعه او مطروحه، قال لي نفس الكلام هوزع ايه؟ هوزع التفاضل عليهم كلهم، هوزع التفاضل عليهم كلهم. طب دال قاف 1 بالنسبه لدال س 1 زائد او ناقص دال قاف 2 بالنسبه لس، دال قاف 3 بالنسبه لس ايه؟ بالنسبة لسين زائد او ناقص نقط غاية نون، يعني ايه؟ هعمم قاعدة الجمع والطرح. تعال ناخده مثال مش فاهم، بص معايا، بيقول لي اوجد المشتقة الاولى اللي هي دال ص بالنسبة لسين للدالة اللي قدامي دي. يا استاذ ده عدة دوال مجموعة ومطروحة، يبقى هنطبق عليهم القاعدة دي. يلا هنجيب المشتقة الاولى لوحديها، او مش لازم لوحديها، اشتغل على طول، دي س اس ن، الاس يجي قدامها وننزل الدالة زي ما هي، 3 ناقص 1 2 زائد الاس يجي من 3 على 4 تنزل زي ما هي، في الاس يجي من قدام اللي هو 2 في س اس 2 ناقص 1 1، 3 في 2 في 3 ب 6، يبقى دي هتبقى ايه؟ 6 ناقص 5 ثابت تنزل زي ما هي، س اس 1 دي أس 1 أطرح من أس 1 يبقى أس 0، أي حاجة أس 0 إيه؟ بواحد، زائد زائد الحد ده، دي دالة ثابتة، ليه ثابتة؟ لأن الحد ده ما بيحتويش على أي رمز اسمه س فمشتق بإيه؟ بصفر، يبقى كده أنا خلصت، دي المشتقة الأولى للدالة دي. ناخده كمان مثال، بيقول لي ص بتساوي س أس 4 ناقص 2 س تربيع زائد 2، أوجد المشتقة الأولى، يا أستاذ دي دالة مجموعة أو مطروحة، يبقى هنطبق عليها القاعدة دي، مشتقة الأولى ناقص مشتقة الثانية زائد مشتقة الثالثة. يلا كده، أول حاجة س أس ن، كنا بنقدم الأس ونطرح من الأس 1، 4 ناقص 1 3 ناقص 2 ثابت تنزل زي ما هي،
سين تربيع الاثنين يجي قدام السين ونطرح من اس واحد تبقى اس واحد، اثنين ناقص واحد واحد، زائد الحد ده ما فيش سين عامله معامله الثابت يبقى هيساوي ايه؟ صفر. دي بتساوي 4 سين اس 3 ناقص 2 في 2 ب 4 سين اس 1 زائد صفر، والصفر ايه؟ ما بيكتب. ده المشتقه الاولى للداله دي. في واحد يجي لك اقول لك يا استاذ بص معايا دول مضروبين في بعض، قول لي يا استاذ انا هنوزع ايه التفاضل، مره ادي للسين ومره ادي لمين؟ للسين مره. الكلام ده غلط، احنا كنا بنعمل في حاله مين؟ الجمع والطرح، او هتطبق الكلام ده على حاله ايه؟ الضرب. اضرب اللي جوه الاول تبقى د بالنسبه لد س للسين تربيع، لازم يتضرب الاول قبل ما تجرى عمليه التفاضل. كده اصبحت يا استاذ س اس ن، او هتقول مشتقه الاولى في مشتقه الثانيه ده ضرب وليس جمع او طرح. يلا دي مشتقه س اس، كنا بنقدم الاس ونطرح من الاس واحد، طب س 2 ناقص 1 1 يبقى 2 س. لكن بص في ناس في طالب تاني يروح موزع لك يقول لك ندي الاول مشتقه وادي الثاني السين الثانيه مشتقه. طب تعال نشوف الكلام ده صح ولا لا. يلا مشتقه السين اس واحد قدم الاس واطرح منها واحد يعني صفر، اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. نفس الكلام قدم الاس اللي هو واحد واطرح منها واحد يبقى ناقص اي حاجه اس صفر بكام؟ واحد. واحد في واحد بواحد. هل الكلام ده هو الكلام ده؟ لا طبعا. يبقى الكلام ده ما اقدرش اطبقه على مين؟ على الضرب او القسمه. الكلام ده يتطبق على الجمع والطرح فقط، ان اجيب المشتقه الاولى للداله الاولى زائد او ناقص المشتقه الاولى للداله الثانيه. لكن ما ينفعش تطبق الكلام ده على مين؟ هنا يا شباب عندي رقم 6 مشتقه حاصل ضرب دالتين، وعندي رقم 7 مشتقه حاصل قسم الدالتين، يبقى خدنا الجمع والطرح وهناخد قاعده القسمه الضرب وقاعده مين؟ القسمه. قال لي مشتقة حاصل ضرب دالتين عبارة عن مشتقة الأولى اللي هي دال سي دال قاف بالنسبة لسين في الثانية بدون اشتقاق في عين، زائد مشتقة الثانية اللي هي دال عين بالنسبة لسين في الأولى بدون اشتقاق اللي هي في قاف. ثاني مشتقة حاصل ضرب دالتين عبارة عن مشتقة الأولى اللي هي مين؟ دال قاف بالنسبة لسين في الثانية بدون اشتقاق في عين، زائد مشتقة الثانية اللي هي دال عين بالنسبة لسين في الأولى بدون اشتقاق. مش فاهم حاجة، تعالى نطبق. بيقول لي صاد بتساوي سين تربيع زائد واحد مضروبة في قوس ثاني سين تكعيب زائد ثلاثة، ده أستاذ حاصل ضرب دالتين، يبقى هنطبق مشتقة حاصل ضرب دالتين. أو في حل آخر ممكن إن أنت تضرب القوسين في بعض وبعد ما تضرب تطبق قاعدة إيه؟ الجمع. ماشي؟ طيب الدالة الأولى يا أستاذ قاف اسمها إيه؟ قاف عبارة عن القوس اللي اسمها إيه؟ سين تربيع زائد واحد. طيب يا أستاذ وعين؟ عين عبارة عن القوس الثاني اللي هو اسمه سين تكعيب زائد ثلاثة. يلا يا أستاذ هات دال قاف بالنسبة لسين، يعني الدالة دي هنفضل الدالة دي. يلا يا أستاذ دي سين أس نون ده مجموع دالتين، يعني هنجيب المشتقة الأولى للدالة وحدها ونضيف عليها المشتقة الثانية للدالة الثانية. قدم الأس تبقى 2 سين أس، 2 ناقص 1 1، زائد الحد ده ما فيش سين يا أستاذ يبقى تفضله بصفر على طول ما تكتبوش. تعال نجيب المشتقة الأولى للدالة الثانية اللي هي دال عين بالنسبة لسين. يلا يا أستاذ دي مشتقة سين أس نون، كنت بقدم الأس وأنزل الدالة زي ما هي بس أشيل منها واحد، 3 ناقص 1 2. اما الحد ده يا استاذ ما فيش سين يبقى مشتقته بصفر، مشتقة الدالة الثابتة بصفر. يلا نطبق القاعدة دي، يبقى د ص بالنسبة لسين بتساوي مشتقة الأولى، مشتقة الدالة دي اللي مشتقة ق جبناها بكام؟ ب 2 س في الثانية بدون اشتقاق اللي هي س تكعيب زائد 3، زائد مشتقة الثانية اللي هي عين بكام؟ بثلاثة سين تربيع في الأولى بدون اشتقاق اللي هي ايه؟ سين تربيع زائد واحد. يلا نفك، دي بتساوي اتنين سين في سين تكعيب باتنين سين أس أربعة في حالة الضرب بنجمع الأسس، زائد اتنين في تلاتة بستة والسين تنزل زي ما هي، زائد تلاتة في تلاتة سين تربيع في سين تربيع 3 س اس 4 بنجمع الاسس 2 و2 4، زائد 3 في 1 3 س تربيع. في حاجات متشابهه؟ ايوه يا استاذ، ال 3 س اس 4 مع 2 هنجمعهم مع 2 س اس 4 يبقى 7 س اس 4.
وفيها سن تربيع لا يبقى تنزل 3 سن تربيع زي ما هي، الستة سن ما فيش حاجة تتجمع معها تنزل 6 سن. ودي كانت مشتقة الأولى اللي حاصل ضرب دالتين. نخش على القسمة خارج قسم الدالتين قاف على عين، عاوز المشتقة الأولى ليهم. قال لي بص معاي مشتقة البسط اللي هو دال قاف مش البسط اسمه قاف، يبقى دال قاف بالنسبة لسين في المقام بدون اشتقاق اللي هو في مين؟ في المقام عين، ناقص مشتقة المقام اللي هي دال عين بالنسبة لسين مشتقة في البسط بدون اشتقاق في مين؟ في قاف على المقام تربيع اللي هو عينيه تربيع. تاني مشتقة البسط في المقام بدون اشتقاق ناقص، ركز الإشارة اسمها ناقص، مشتقة المقام في البسط بدون اشتقاق على المقام تربيع. طب تعال نطبق يا أستاذ، دي يا أستاذ خارج قسم الدالتين، هو عاوز مين؟ عاوز الدال صاد بالنسبة لسين، دي خارج قسم الدالتين، الدالة اللي في البسط اسمها قاف، قاف بتساوي سين تربيع ناقص واحد، الدالة في المقام اسمها عين بتساوي سين تكعيب زائد واحد. تعال نجيب المشتقة دي، مشتقة دال قاف بالنسبة لسين دي مجموع دالتين يا أستاذ، مشتقة الأولى سين أس نون بنقدم الأس اللي اسمها اتنين ونطرح من الأس واحد، اتنين ناقص واحد اتنين ناقص واحد واحد تبقى سين أس واحد. طب الحد ده يا أستاذ ما فيش سين يبقى دالة ثابتة، مشتقة الدالة الثابتة بايه؟ بصفر ما بتتكتبش. و دال عين بالنسبة لسين تعال نفضل الدالة دي بتساوي دي مشتقة جمع دالتين يا أستاذ، مشتقة الأولى زائد مشتقة الثانية سين أس تلاتة عبارة يا أستاذ هنقدم الأس اللي هو تلاتة ونطرح منه واحد، تلاتة ناقص واحد اتنين، ده الحد ده ما فيش سين يا أستاذ يبقى مشتقته بصفر. تعال نطبق قاعدة القسمة ليه للدالة دي، يبقى دال صاد بالنسبة لسين للدالة دي بتساوي مشتقة البسط اللي هو ايه؟ ادي البسط اهو مشتقته بكام؟ باتنين سين في المقام بدون اشتقاق اللي هو مين؟ اللي هو عين اللي هو بسين تكعيب زائد واحد، ناقص القانون في ناقص مشتقة المقام اللي هو مشتقة الدالة دي جبناها بكام؟ ثلاثة سين تربيع في البسط، البسط بكام؟ البسط بسين تربيع ناقص واحد، سين تربيع ناقص واحد، كل ده مقسوم على المقام تربيع، المقام اهو سين تكعيب زائد واحد بس تربيع. يلا فك ده وجمع، دي بتساوي اتنين سين في سين تكعيب باتنين سين وس اربعة زائد اتنين سين في واحد باتنين سين ناقص تلاتة سين تربيع في سين تربيع بتلاتة سين وس اربعة ناقص ناقص في ناقص بزائد تلاتة سين تربيع في واحد بتلاتة سين تربيع، كل ده مقسوم على مين؟ على السين تكعيب زائد واحد الكل تربيع. في حاجة تطير مع حاجة او حاجة تتجمع مع حاجة؟ في يا استاذ تعالى نجمع، دي بتساوي شرطة كسر على سين تكعيب زائد واحد تربيع تربيع. طيب اتنين سين أس أربعة وسالب تلاتة سين أس أربعة يبقى سالب وسالب واحد سين أس أربعة. طيب اتنين سين زائد تلاتة سين تربيع ما ليهاش أي حاجة يبقى تنزل زائد اتنين سين، ودي كانت المشتقة لمين؟ آخر قاعدة عندي يا أستاذ اللي هي قاعدة الجذر. قال لي لو عندي جذر صاد بتساوي جذر، المشتقة الأولى للجذر عبارة عن مشتقة ما بداخل الجذر اللي هي قاف شرطة على اتنين في الجذر نفسه، مش فاهم حاجة تعالى ناخد مثال بالأرقام. تساوي الجذر التربيع للسين أس خمسة، دي مشتقة ايه؟ الجذر يا أستاذ، يبقى القاف اللي تحت الجذر بتساوي سين أس خمسة. تعال نجيب المشتقة الأولى للقاف، يبقى ده القاف بالنسبة لسين بتساوي ده سين أس نون كنا بنقدم الأس ونطرح منه واحد، تمام يا أستاذ؟ ده مشتقة الدالة الجذرية ايه يا أستاذ؟ ده صاد بالنسبة لسين عبارة عن مشتقة ما بداخل الجذر، المداخل الجذر اسمه سين أس خمسة، مشتقته بخمسة سين أس أربعة، مشتقة ما بداخل الجذر على اتنين في الجذر نفسه، اتنين في جذر مين؟ الجذر نفسه اللي هو سين أس خمسة، بس كده. ناخده كمان مثال، القاف اللي تحت الجذر بكام يا أستاذ؟ بسين أس سبعة زائد عشرة. مشتقتها يعني ده القاف بالنسبة لسين يا أستاذ بتساوي سين، ده مجموع دالتين يبقى مشتقة الأولى زائد الثانية، السبعة تيجي قدام السين، سين أس إيه أطرح من الأس واحد تبقى ستة زائد، ده الحد ده ما فيش سين يبقى بصفر، خلاص اشطبه. دي مشتقة دالة جذرية، يبقى يا أستاذ ده صاد بالنسبة لسين
هتساوي مشتقة ما بداخل الجذر الجذر اسمها س اس 7 زائد 10، مشتقة جبناها بكام؟ يبقى مشتقة ما بداخل الجذر اللي هو 7 س اس 6 على 2 في الجذر نفسه، الجذر اسمه ايه؟ س اس 7 زائد 10. وده كان قواعد الاشتقاق. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراكك في القناة، وأهم حاجة تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا. كان معكم أستاذ عماد يسر من قناة رياضيات أونلاين وصفحتي رياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.